الرحمن الرحيم. عبد المجيد إدريسي منادي، طالب باحث في سلك الماستر المالية الإسلامية. أتواجد اليوم بندوة تحت عنوان صياغة المرابحة والبنوك التشاركية بكلية الشريعة. الندوة عرفت نقاش مستفيض من طرف ثلة من الأساتذة الأجلاء اللي عطوا واحد لمسة كبيرة للندوة. حاولنا أننا نناقش القضايا الجوهرية والقضايا المتعلقة بالتطبيق العملي لصيغة المرابحة بكل ما تحمله من إشكالات حقيقية وجوهرية. ما كان يمكننا إلا أننا ننوه بهذه المبادرة الطيبة اللي تبنوها الأساتذة الأجلاء في هذا اللقاء التواصلي الجاد اليوم. وكندعيو الطلبة الباحثين والطلبة خارج كلية الشريعة وداخل كلية الشريعة وخارج مدينة فاس أنهم يحاولوا يبحثوا أكثر في هذا الجانب ديال المالية التشاركية، ونغنيو النقاش في محطات ثقافية ومحطات إعلامية أخرى حتى نحاول أن نكرس ثقافة كبيرة وثقافة غنية حول المالية التشاركية بالمغرب. وما يمكننا إلا أننا نقول اليوم أننا أصبحنا أمام تجربة نقول عن أنها تجربة لا بأس بها في بداية، وأنها ستعرف تطور ملحوظ وتطور ملموس بفضل نخبة من الأساتذة الأجلاء اللي قدموا الكثير ولا زالوا يحاولون تقديم الكثير في هذا الشأن. ومزيدا من التألق والنجاح لتجربة البنوك التشاركية في المغرب.